الموجز الرياضي كنقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي، اهلا بكم. بعد احداث الشغب اللي وقعت يوم امس الاحد على الساعه الثالثه خلال المباراه اللي جمعت الكوكب المراكشي بالرجاء الرياضي، عقبت الجامعه فريق رجاء باجراء مباراتين بدون جمهور مع غرامه ماليه نافذه القدر ديالها 50,000 درهم، وكذا اصلاح الاضرار اللي تسبب فيها جمهوره بالملعب الكبير لمراكش بعد اجراء خبره لتقييم الخسائر. نستمع. احنا باقي في مراكش دابا قدام الولايات كنشوفوا واش يديروا مع الدراري اللي شدوا. احنا خرجنا من التيران مع دقيقه 87 قبل ما يسالي الماتش باش نتفادوا المشاكل. ما يمكنش ان الجمهور يسامح في الباج ديالو، ما كايناش هاد تقريبا راه شي 50 واحد كاين دابا مشدود، الاكثريه ديالهم مظلومين، والديهم معذبين شي في كازا شي في الداخله شي من جديده شي من اسفي، كلهم من جهه. كل اللي ما عارفين والدي دابا فاش ميت ولا حي ولا مشدود ولا جاي في الطريق، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الدخله ديال التيران كاين تعدو، مع الدخله ديال التيران ما منظمش داكشي كاع، ما منظم بنادم شي نقاز، بنادم شي ياكل العصا، هادشي مع الدخله ديال التيران. دخلنا التيران صافي مع الخرجه ديال التيران غادي يخرجوا بحال ما هكا، دقيقه 88 حنا خرجنا خارجين بحال ما هكا، هما 50 واحد دابا في ولايه ما دايره والو، كامل والديهم مخلوعين عليهم، الدراري مشدودين، والدراري ابار الدراري ماتوا البارح، خمسه اللي ماتوا البارح الله يرحمهم. هادشي اللي غنقولوا، كنشوف تيران اش باش نتفرجوا ونزهاو فهمتي، وبنادم تابع القرايه شحال من حاجه كيجي امو كتسنى في الدار كيجي كيشدو الدري جاي عندنا دابا خارج من تيران ما بينا ما علينا شدو دري مظلوم ماشي حشومه. افادت مصادر مطلعه لشوف سبور ان مسؤولي الجيش الملكي لكره القدم قرروا تخصيص منحه ماليه للاعبي الفريق العسكري من اجل تحقيق الفوز على الوداد البيضاوي في المباراه المقرره بين الطرفين يوم الاربعاء المقبل برسم مؤجل الدوره 18 من البطوله الوطنيه الاحترافيه. وكشفت نفس المصادر على ان لاعبي الفريق العسكري غادي توصلوا ب 10,000 درهم لكل لاعب في حال تحقيقهم من نقاط الفوز على الفريق الاحمر بمركب محمد الخامس يوم الاربعاء المقبل. وفي نفس السياق سيغيب ابراهيم النقاش لاعب فريق الوداد عن مباراه الكلاسيكو اللي غادي يتجمعوا بالجيش الملكي يوم الاربعاء واللي كيحتضنها ملعب محمد الخامس بدار البيضاء. وجاء غياب النقاش عن اللقاء بسبب الاصابه اللي تعرض لها خلال المباراه اللي فاز فيها فريقه اول امس السبت على تيبي مازيمبي الكونغولي برسم نهائي كاس السوبر الافريقيه. وإلى شأن الدولي، تعرض نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا لإصابة قوية يوم أمس أمام مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي، انتهت فوز أصدقاء نيمار بثلاثة أهداف نظيفة. وأكدت صحيفة آس الإسبانية اليوم الاثنين أن اللاعب البرازيلي اللي خرج من المباراة محمولا على نقالة أجرى عدة فحوصات جديدة في وقت متأخر. وأضاف المصدر على أن الإصابة ممكن تمنع نيمار من المشاركة في مباراة إياب دوري 16 من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد واللي غادي تجرى يوم 6 مارس بملعب حديقة الأمراء. الموجز الرياضي انتهى، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.